السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين، حياكم الله وأسعد الله أيامكم، ونحن نعيش وإياكم هذه الأيام السعيدة، أيام عيد الفطر المبارك، عاده الله على الجميع بالخير والبركات، سائلا من الله العلي القدير أن يتقبل منكم ومنا جميعا خالص الأعمال، ونحن نطوي شهر رمضان المبارك على أمل أن نعود مرة أخرى لإحياء تلك الليالي المباركات في العام القادم، ونحن وأنتم بألف خير إن شاء الله. سادتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا اليوم من برنامج عيد وفرحة، كما عودناكم من خلال هذا البرنامج يكون معي ضيوف أعزاء نتبادل وإياهم أطراف الحديث. فبالبداية أرحب بضيف حلقة هذا اليوم الملا ضياء القلعاوي، حياكم الله حبيبي وعيدكم مبارك. صادنا الكريم، أسعد الله أيامكم، تقبل الله أعمالكم، صيامكم، قيامكم في هذا الشهر الفضيل، حياكم الله، الله يوفقكم إن شاء الله ويديمكم حبيبي، آمين يا رب العالمين. وأيضا أرحب أجمل ترحيب بالزميل العزيز الأستاذ أحمد خضر الخفاجي، حياك الله وكل عام وانت بخير وصحة وسلامة. كل عام وانت بخير، والله يسعد أيامك، والله يسعد أيام كل المشاهدين وكل كادرنا، وأيضا الملا ان شاء الله مضيف من حبال المضيف ان شاء الله. ان شاء الله، الله. شاء الله. حياكم الله وسعيد سعيد بتواجدكم اليوم وياي في هذه الحلقه اللي راح تكون ان شاء الله برحاب شهر رمضان وفي رحاب العيد ان شاء الله. ذكريات رمضان، ذكريات اي وين صار يومين يعني صار يوم صار ذكريات جيد ان شاء الله يعني نتطلع لرمضان القادم ان شاء الله بخير وبركه. ملا شلون خلصت ليالي رمضان وايامه؟ والله بدءا يعني لا يمكن ان توصف هي. اي احسنت، بدءا اتقدم باسماء ايات التهاني والتبريكات الى مقام محمد وال محمد صلى الله عليه واله وسلم، والى شيعه امير المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها، والى كل محب إن شاء الله بالأجواء الإيمانية والنفحات الإيمانية في هذا الشهر الفضيل، وأسأل الله أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم المشاهدين إن شاء الله ببركة محمد وآل محمد، آمين يا رب العالمين. يعني إذا مردنا نتحدث عن شهر رمضان مع أي إعلامي، وإن شاء الله الحديث راح يكون ويا زميلنا وأخونا سعد أحمد، شهر رمضان هو حقيقة مساحة يقدم بها الإعلام بصورة عامة والإعلامي بصورة خاصة مادة إعلامية للجمهور. بالنسبة للمنشدين، بالنسبة للرواديد، ما هي الأمور التي يستعدون قبل رمضان لكي يقدموها في رمضان؟ قبل رمضان طبعا يكون عندنا استعداد أولا لمناسبات الشهر الفضيل، جيد، مناسبة إحياء ذكرى ولادة مولاي الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، كريم أهل البيت، أسأل الله أن يوفقنا إن شاء الله لخدمته إن شاء الله، وذكرى شهادة مولاي أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأخص بالذكر يعني طبعا هي سبحان الله فيه السفر تكون أنت متقيد به لأنه راح يكون عليك يعني لا الكثير السفر أستاذنا الكريم زين حبيبي ما يكون عنده أفطار زين، ولكن هو مشقة زين أي مشقة السفر به مشقة. فكنا حيينا مولد الإمام الحسن سلام الله عليه في قضاء بدرة ما شاء الله في واسط في واسط فكانت أجواء جميلة جدا جدا جميلة، أجواء إيمانية، أجواء ولائية، ولائية بحب الله وبطاعة الله وبخدمة محمد وآل محمد، وأكيد تحياتنا لأهل بدرة وأهل واسط بصورة عامة. أكيد هي موسم يعني ما بين الفرحة وما بين الحزن تقريبا ثلاثة أيام يعني من 15 إلى 19. أحسنت يعني هذه في بعض الأحيان حتى تكون هذه الانتقالة أكو استعداد نفسي، تتهيئون نفسيا حتى تنتقلون من كرواديد، لأنه أنتم لكم يعني وإن كان المتلقي هو يحزن وعامة الناس يحزنون لهذه الذكرى، لكن كرواديد أنتم عليكم عبء كبير بأنه تديرون لربما جزئية أحسنت القراءة، أحسنت فالاستعداد النفسي حتى تخرج من الفرح تدخل في الحزن، كيف تتهيئون لهذا الموضوع؟ أستاذنا الكريم، لا يخفي على جنابك الكريم وعلى المشاهد الكريم يعني أنت بأجواء فرح وأنت تتحول لشهادة مولاي أمير المؤمنين سلام الله عليه، أولا أبونا أمير المؤمنين سلام أب الله. خيمة، فنحس بكسرة
سبحان الله، تحس بكسرة بشهادة مولاي أمير المؤمنين. إيه والله، فتكون أنت في داخلك، أنت في داخلك مهموم ومجروح بهذه الذكرى الأليمة، ولكن هي نعمة عظيمة بخدمتهم. آمين. إيه وطاعتهم. موفق إن شاء الله لهذه الخدمة، وكل عام وكل سنة وكل رمضان وأنت تحيي هذه الليالي بخير وعافية. اللهم إن شاء الله. آمين. الله يديمنا إن شاء الله. إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. على خدمة محمد وآل محمد. آمين. آمين يا رب العالمين. زميلي وأخويا أحمد، كل عام بخير وصحة وسلامة. الله يعطيك العافية. كل سنة تحلو. شكرا. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. هاي بركات شهر رمضان. أنا غار منك أنت ومحمد تقي. بركات شهر رمضان. محمد كان ويانا البارحة ضيفنا البارحة. شفتكم هم. بس أنا قالوا لي اليوم راح يكون أحمد، فمتهيئ لك من البارحة. الحمد لله. الله يحفظك. ليالي رمضانية. مين جاك هذا الاسم؟ هو هذا كبرنامج كان فكرة وإعداد لسيد بهاء الغرابي. أنا كنت الخطبي، كان يعني كل المفروض غير يقدمه، بس هم احتاجوا يكون برنامج بي شوي نوع من الابتسامة. فما أنه ابتسامة، أما يجيبون عبد الرحمن أو أحمد. تحياتي لمن عبد الرحمن. تحياتنا لزملائنا أكيد جميعا. فقالوا له خلاص أنت هذا راح تقدمه، وراح نعوض المقدم اللي كان المفروض يقدمه. عندنا ثوابت 1 2 3 كذا جانب ال وايضا العتبات، ركزنا على هذا الموضوع. كوميديون زائرين هواي رحنا لها، المشاتل يعني الحزام الاخضر، شو يسمونه الحزام، هو برنامج مسابقات ميداني، وبنفس الوقت احنا نريد نسلط الضوء على الاجواء جيد. للزائرين، الزائرين اللي يجون لكربلاء يروحون لهذه الاماكن. بالمناسبه هواي اماكن انا ما رايح لها، زين، بس القى بيها يعني من غير دول ومن غير محافظات، ما شاء الله، وين دلوها ما شاء الله، هم كانوا معامين مدليني زين معتادين. خلي نسوي تسويق لها، وانت سوقت لها خلال برنامجك. اهم الاماكن اللي انت قدمت بها البرنامج كانت، يعني انا بصراحه سعد جدا بالحزام الاخضر كمعالم، خلينا نقول سياحيه، هي مساحه خضراء. لا، هم سووا على شكل بارتات، وكل بارت مسؤول عليه فد شعبه او قسم وكادر، ويتنافسون من اجل احياء هذا المكان اجمل. بارك يعني الله بيهم. اكو اماكن بها مثلا حديقه حيوانات، اكو مكان ثاني ببحيره اسماك خاصه، بلوكيشنات يعني رائعه جدا. استمتعنا رغم ان كان البرنامج متعب، لكن الاجواء اللي شفناها، ايضا المدينه القديمه والقرب من سيدي مولاي ابو سلام الله عليه، سلام الله على العباس، والاماكن المحيطه بهم باعتبار تكتظ بهم الزائرين. واحنا ردنا ننقل الاجواء، ونقلنا اجواء حتى اكو ناس من اوروبا جايين لكربلاء. فهذا حلو انه انت تسمع مثلا يقول لك انا اجي كل رمضان لكربلاء، لان مثلا انا في فنلندا عايش وما احس باجواء رمضان جاي. او المجتمع ما يساعدني انه اصوم بساعات العمل او باجواءهم وطقوسهم، فانا اجي لكربلاء هم زياره وهم انا صايم. أسأل من الله أن يتقبل من الجميع إن شاء الله والعود عليهم. كانت أوقات تسجيل البرنامج ما بعد الإفطار؟ أي طبعاً ما بعد الإفطار. أما نفطر هنا ونطلع زين، أو نفطر ونجي على السريع ركض يعني لاقي المصورين ووجد الفتلاوي وتحياتي للمخرج واقفين باب القناة ورأساً نطلع في سبيل أنه لازم نطلع حلقة. فركشنا يوم، وانا اعتذر مره ثانيه للاداره لين يعني وضع الصح ما ساعدني. هو السؤال هنا انا ادري شويه يعني الميدان صعب عليك لمشكله صحيه وضع رجلي بالضبط. ليش يعني اصريت او الاداره اصرت انه انت تقدم هذا البرنامج؟ مو انا واحد موجود بالاداره اسمع برنامج احمد الخفاجي الصورة يعني قاعد على الكرسي يقدم برنامج، يعني عندك مشكله برجلك. فلذلك الله يسلمك. صحه وعافيه ان شاء الله. يسلمكم. انا المشكلة تصير لما أمشي هواي أو أوقف هواي. فكيف لك أن تتخيل 26 حلقة صورنا ما شاء الله، يعني خلال وقت وجيز، حركة رادن لين لازم أكولوكيشنات مختلفة. الأخوان هم كانوا مساعدين وياي علاء، وكانوا نظن الكادر على الخالدي وبقية الشباب، تحياتنا لهم كلهم طبعا كلهم أكيد. تعبوا أكيد. يعني عندنا يومين إحنا ما توقف المطر لدقيقة والداير، بحيث واحدة من الحلقات أو اثنين أنا طالع مكفش بعد واقع حال بعد ما أقدر يعني لين مطر. الله يعينك. ووضع رجلي صعب، وتخيل إحنا خايفين على كذا، والشباب شلون مغطين الكاميرات لأن هذني أمانات. زين. فرغم التعب بس أنت تحس إنه أنت باقي. أولا ثقة الإدارة ونشوف الشاشة، لأن أنت لما الناس تثق بيك المشاهدين أكيد الإدارة تثق بيك
وهي علاقة طردية بين الطرفين. هذا إنجاز أنه أنت باقي بمحل أنه أنت ثقة. وأيضا الثقة أنه إحنا محتاجين هذا برنامج. أنت تعرف القناة من تيجي ترسم نزار لازم نطلع من بعد أحمد، من بعد أحمد لازم نطلع محمد، تقاس الأمور أنه مو عبثية. فلابد مثلا هم يعرفون من راح يطلع وراء نزار ومن راح يطلع قبله. أنا عذرا يعني ما أحفظ الألقاب أستاذ نزار. على رأسي أخوي. فهذه الصياغة صارت بالتشكيلة، لا خلي أحمد مو بهذا الوقت، خلي أحمد نطلع ميدان اللي هو من 8:30 لثمانية لتسعة. تتابع البرنامجك؟ والله تابعت أكثر شيء بالمونتاج، لأن خصوصا الحلقات الأولى كان لازم نقعد بالمونتاج، لأن إحنا 4 كاميرات عندنا هواي أمور فنية الشباب جملوا البرنامج بيها، اللي هي الجوبرو والغلاف اللي يصير يعني الجوبرو يعني نوعية كاميرا. الجوبرو الكاميرا هاي الصغيرة اللي تاخذ عدسة واسعة. مو صحيح لا؟ فهذه بيها غير جمالية للمشاهدين أكيد. هذا خلوها للجمالية. وعلاوي أخذ فد سيستم إنه منين راح يطلع لقطات وين يوقف، هو يطلع بها الكادر حتى نبين إحنا كبر الكادر اللي طالع على مود أحمد يطلع. وأنا دائما أقول اليوم أستاذ نزار بالشاشة أكو جيش من بعده حتى يطلع أستاذ نزار، ولذلك دائما نذكرهم بالتحايا. وأكيد الله يوفق لهم كل التحايا. الله يوفق. أنا راح أعود لك بجزئية لكن قبل بعدها نتحدث عن تفصيلة مهمة تحدثنا بها يوم أمس، اللي هي موضوعة أنه أنا عندما أشاهد برنامجي كيف أقيم وكيف أنتظر التقييم. طبعا. لكن راح أطرح الموضوع ذاته على الملا. حياك الله ملا ويا مرة حبيبي أخرى. تحياتي لك أستاذ أحمد. الله يسلمك. دائما عندما نكون في برنامج نقدم نتاج أدبي، نتاج ثقافي، يعني في رحاب سيد الشهداء، في رحاب شهر رمضان، في رحاب المناسبات عموما، ننتظر فيدباك، تغذية راجعة، آراء الجمهور، آراء المستمعين. هذه الآراء ممكن أنه إحنا نقوم بيها النتاج اللي قدمناه. يهمك هذا الموضوع؟ طبعا طبعا مهم جدا أستاذ. أولا هو البرنامج يعني أنتوا اللي تقدموه، أولا هو برنامج ديني. زين، هذا جانب. انا اتحدث عن القصيده اللي تقدمها انت او العفو اللي تقدمها. العفو اي مهم جدا. مهم جدا التقييم استاذ، يعني ما يخفى على استاذ احمد على جنابك الكريم على جناب المشاهد انه راح تقوم عملك تقومه للاحسن. راح تعرف وين كانت، وين يعني عذرا من الكلام، وين كانت عندك مثلا نقاط ضعف لعله انت ما منتبه لها. زين. ولكن هذه راح تقيمك بالنتيجه النهائيه، هذه راح تقيمك، راح تقدم عملك نحو الاحسن ان شاء الله. جيد. بعض الاشخاص يقول لك لا انا ممكن يعني اجد المشاكل بعملي او النتاج اللي اقدمه انا اشاهد شخصيا واقيم وبعدين اقوم العمل. هذا رأيي. رأي الآخر يقول لا، الآخرين هم يشوفون بعين أخرى وبالتالي يقومون العمل أو يقيموه. أنت من أي جانب تنظر؟ أنت شخصيا تقيم الأعمال أم تنتظر تقييم الآخرين؟ يعني صاحب الاختصاص هو طبعا ملم وعارف شنو اللي يسوي. زين. باختصاصه. ثانيا قلت لك أنا أنتظر تقييم الآخرين. جيد. إيه عندي يعني مثلا أخوتي خدام الحسين، ناس جمهور ذواقة، هو اللي يقيم، هو اللي يقيم ويقوم ما شاء الله. إيه. ذكرت قبل قليل مجالس كانت في بدرة ب 15 رمضان. إيه في بدرة. تحياتي لهم. القصائد اللي قريتها في بدرة كانت قصائد جديدة لو قاريها سابقا؟ لا قصائد جديدة. زين. إيه. إذا طلبنا منك في رحاب الإمام الحسن نستمع إلى سلام الله يعني بعض من هذه القصائد اللي قرأت في هذا رمضان. أنا خادم ربنا. أنا خادم صم. يا الله، بعد احنا اليوم هي بحضوركم الله يعطيك العافيه، اجواء فرح وبهجه ان شاء الله. هاي اخوي، واكيد يعني الامام الحسن سلام الله عليه الله يستحق منا ان نقدم له في كل يوم قصيده. أحسنت حقيقه. أحسنت كريم اهل البيت، كريم معز أهل المؤمنين سلام الله عليه. سلام الله عليه. يا الله، طبعا القصيدة من كلمات أخوي وحبيب الشاعر تحسين الخفاجي، كل التحايا له إن شاء الله. يقول مولاي باسمك تغنينا،
مولاي مولاي بس انت والينا يا ابن الزكية يا ابن الزكية انت حبيب المصطفى وبيك القلب هايم انت حبيب المصطفى وبيك القلب هايم مولاي فرحان كلها بما ولدك واحتفلت الواديم سهران كل عاشق إليك واللي ألمانايم يا الحسن منعوفك أبد خلي يسمع اللايم وياك وياك صحنا وتحدينا مولاي مولاي بس انت والينا انت والينا يا ابن الزكيه وياي لولا اكيد يا ابن الزكيه والله الله انت الحسن ما اعتقد كارو كبد شالك مولاي شالك حضن حيدر علي وجبريل ناغالك يا شيخ يا راعي الهلا الما يطفن دلالك دلالك يا شيخ يا راعي الهلا الما يطفن دلالك انت الكريم وعلى الكرم مولاي هنيالك مولاي هنيالك هاليوم هاليوم على هادي صلينا مولاي مولاي بس انت والله اي والله احسنت الله يبارك طيب الله عن فاسك احسنت الله يبارك تحياتنا لهذه الحنجره التي تصدح في خدمه محمد وآل محمد الله يديمكم الله طيب الله عن فاسك واكيد يعني قصيده رائعه يا بعد عمري نتمنى التوفيق لمن شارك في ذلك المجلس الذي حفز لكي نقرا ونستمع الى هذه القصيده في هذا المكان شكرا لك من الله يديم الافراح عليكم الله قصيده عذرا لشاعر من السماء عدنان البركي تحياتنا تحياتنا يقول احنا كشعراء مقصرين مع الامام الحسن اكو تقصير يعني معذره احمد اكو تقصير عندنا مع بعض الائمه سلام الله عليهم يعني الله انا دائما اقول حتى في موضوع النبي اكو تقصير بمناسبات الولادات اي فهيك اتذكر يعني اشطر من عندها يقول يدعو الامام الحسن الى ان يكون في العراق زين فيقول شنو بيها الحجاز وظال مولاي على كبر القبب لو على الزيارات الله الحسن ويصير عندنا شراح نبني على ريحة بناتش قد مقامات الحسن طب العراق الطوب الأخبار مخابيل الجنوب يجون جوقات طويلة القصيدة بس رائعة جدا يعني الله الله يدعو الإمام الحسن أنه يكون مقامه وكل أئمة البقيع سلام الله عليهم أن يكونوا في العراق باعتبار إحنا أهل هذه إحياء هذه إن شاء الله بحضور مولانا الإمام المهدي المنتظر إن شاء الله إن شاء الله عفوا أنا داخلتك لا بالعكس أنت دا تحرش فيها تقول لي ليش ما قدمتني شاعر لا مو شاعر ها محب للشعر؟ أنا حافظ فد 10,000 بيت شعر. أي بالضبط. يعني ميموري قبط عدي. أي ما شاء الله. عند يعني اليوم تواجد أحمد خضر الخفاجي في الأوساط الشعرية. كعريف حفل. كعريف حفل بالضبط. معرفته وعلاقته بالشعراء. وهسه بالقناة صار لي 5 سنين أقدم ويا الروادي. فبالضبط. ما شاء الله. هذا التواجد ما حفز بيك إنه تكتب شعر؟ لا شوف لما اي واحد يحفظ هواي يصير اذنه موسيقيه ودليل اغلب الرواديد
يعرفون وين المشكله والهنه الشعريه بالشعر الشعبي تحديدا. هسه جزء الفصيح شويه اصعب نوعا ما، باعتبار يعني مو كل الذائقة تستقبل الشعر الفصيح. أنا أدري أنت ذائقتك فصيح زين، أنت وتحياتنا المرتضى والمعالي وقروبك الله يوفقكم. الشعر الفصيح به هواية مشاكل إحنا طرقنا لها هواية ويا الرواديد أنا ومن عبد الرحمن. يعني مثلا أكو مقولة تقول لا تقول المعصوم، يعني وحي الشعر الشاعر وكذا. فلما نطرح هذه المواضيع بدينا نسبيا يعني تواجدنا يكون مو ثقيل، خلينا نقول ممكن يسبب أزمة على الشعراء الشعبيين. أي بس كل الشعراء أخوتنا وأصدقائنا وكذا، وباقين بكل المهرجانات. أنا بعشق يعني المهرجان زين. شو يعني شعراء يعني الشعراء الشعبيين لا يتقبلون النقد؟ لا ما يتقبلون لا أبدا. هذه مشكلة. أحمد ماضي صالح أحمد ماضي قدم برنامج ويا المرحوم سمير صبيح الله يرحمه. الله يرحمه. كان يعني للنقد. ما تتخيل الهجمة اللي صارت على البرنامج وعلى كادر البرنامج. بالتالي اكو هوايه اوساط. هسه احنا ما نقول الكل، بس يعني هوايه من الشعراء ما يتقبلون. طب بالمناسبه الشاعر احمد الاماره هواي ذكرنا اسمه تحياتنا له، عاتبني بوحده من حلقات شهر شعبان. زين قال ابوي شو انت بس تحكي على الشعراء؟ قلت له انا حكيت شيء كذب احنا بالجو. قال لا والله اللي حكيتهن صدقيات. مرات واحد مهم جدا انه يستلذ بما يفعل. أنا حتى أقدم اليوم برنامج عن مثلاً دعم النفسي زين، لازم أقرأ، مو لازم أعتمد بس على خزيني. هواية من الشعراء، وعذراً وهذا الموضوع أنا هم سولفت بيه بشعبان، قصدك كثقافة، يعتبر وجودك كضيف هو آلة لقراءة الشعر. مجرد تحاورة، أنا قدمت بال 2011 برنامج شعري، حقيقة انصدمت يعني من السئلة يحتار شلون يجاوبك. طبعاً مو الكل، اكو شعراء اكيد احنا عندنا نتحدث عن شعراء شعراء بس انا احكي على الاغلب. لذلك هو يعتبون ليش ايش القنوات مكلبه بكم شعر كلهم اللي يطلعون بالقنوات فد 30 40 شعر، واحنا عندنا الاف الالاف بهم فد مئات او عشرات الالاف من المئات الالاف هم ما يقدرون يسولفون. يقدر يقرا يصعد على منصة يخبل يقعد بالبرنامج يقرا لك يخبل اسئله سؤال يفلت الوضع. بس هي مشكلة تعرف سعد أحمد وين الموضوع. أنا أعتقد المهلة الشاطر من الرأي، أنا راح أطرح هذا الرأي قبل أن نذهب إلى تهاني العيد. هي الشاعر ما يميزه عن غير الشاعر هذا الإلهام الشعري اللي عنده، بالإضافة إلى ثقافة. وإلا هو كيف يمتلك ثقافة إذا كانت دينية؟ يمتلك ثقافة اجتماعية، يمتلك ثقافة اقتصادية، ثقافة شعرية، بكل التفاصيل. هو يمتلك ثقافة تميزة بالإضافة إلى الإلهام الشعري، بالتالي صوغ هذه الأبيات. فإذا افتقد إلى هذه الجزئية، جزئية الثقافة، ويعني يتعكز على الإلهام الشعري، هاي تكون في مشكلة. أحمد يعني مو ثقافة عامة، ثقافة الإجابة. الإجابة يراد لها، شوف احنا عندنا في شخصية رياضية احنا مو بصدد نذكرها. تحياتنا لاستاذي ومن علمني يقدم برامج، الاستاذ احمد السلطاني ابو حيدر. تحياتنا لابو حيدر كل شوي ذكرت اسمه. خير وصحه وسلامه. اليوم كلهم ذكرتهم، ترى يزعلون عليك اللي ما ذكرتهم. يقول انا حاورت مئات زين مثل هذا الشخص الرياضي، يكون اعلى من مستوى البرنامج والمقدم، هسه ما اريد اذكر اسمه. هذا رياضي من ايش كم الف رياضي عندنا بالعراق؟ اكيد هو هي فوارق الفوارق الفرديه، بس الشعر تحسب عليه اكثر. هسه الرياضي من ما يحاورك طبيعي. بالضبط طبيعي. قصدي الشعر يعني انت اليوم فلوسه بالحكي. هو شاعر اعلامي اديب فنان، اذا كانت عنده مشكله صاحب رساله شعريه هذا حقيقه ياشر على خلل بالموضوع. انا سمحكم عذرا، خلي نروح للتهاني العيد ونعود مرة أخرى للبرنامج بعد أن ننتهي منها. فكل عام وأنتم والجميع بألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليهم بالخير والبركة والإيمان والاستقرار يا رب العالمين، وبالخصوص على العراق، العراق المظلوم، وعلى رأسه السيد علي السيستاني حفظه الله ودام أنه إن شاء الله ذخر للأمة الإسلامية.
وبهذا العيد المبارك بركة الله تتوحد الأمة، تتوحد هاي العالم إن شاء الله، ويكون قلب واحد وقلب مستقر يا رب العالمين يا الله. وندعو لكم إلكم أنتم الشباب إن شاء الله على هذه الخطى الحسينية إن شاء الله تظلون، ويرزقكم رب العالمين زيارة الحسين بالدنيا وشفاعته بالآخرة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، نهنئ مراجعنا العظام والأمة الإسلامية جمعاء بهذا العيد المبارك، أيضا نهنئ العالم أجمع بهذا العيد. أسأل الله بحق هذا العيد وأيامه هذا العيد عيد الفطر المبارك، عاد الله علينا باليمن والخير والبركة والمغفرة، وأن أجعله عيدا خيرا على جميع الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله. ونرفع آيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وأرواحنا المقدمة الفدا. وبهذا العيد العيد المبارك إن شاء الله، عيد الأمة إن شاء الله، نفرج عن العراق وأهل العراق ونكشف الغمة عن هذه الأمة. وعيدنا الأكبر هو خروج صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نهنئ العالم الإسلامي ومراجعنا العظام به قدوم عيد الله المبارك عيد الفطر، أعاده الله علينا بالخير والصحة والبركة والإيمان. وكذلك نهنئ الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام، وإن شاء الله عيد الأكبر بظهور إمامنا ومولانا صاحب العصر والزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقدم تهنئة للشعب العراقي وللسيد السيستاني ومراجعنا العظام كلهم، وبالأحرى للإمام الحسين عليه السلام. هذا العيد عيد رمضان عيد الفطر المبارك، أحلها الله على المسلمين جميعا بالخير والبركة واليمن إن شاء الله، والأمن والأمان للعراقيين جميعا. حياكم الله سادتي الكرام مرة أخرى، وكل عام وأنتم بألف خير. وهذه عودة لحلقة هذا اليوم من برنامج عيد وفرح، مرة أخرى أرحب بضيوفي أجمل ترحيب الزميل العزيز الأستاذ أحمد خضر الخفاجي، حياك الله وكل عام وأنت بخير. صحة وسلامة إن شاء الله. وأيضا الرادود الأستاذ ضياء القلعاوي، حياك الله وكل عام وأنت بخير وصحة وسلامة. الله يعطيك العافية. القلعاوي نسبة إلى قلعة السكر؟ قلعة السكر. الجلعة كما هو أخوي وزميلي، العفو زميلكم، نعم، وصديقي وعزيز علي أبو فيصل أحمد ماضي. أحمد ماضي أكيد، أحمد ماضي القلعاوي زميلنا، تحياتنا له. يعني من ينسب لهذه المدينة يطلق عليه القلعاوي. هي القلعة يعني وكأنه شلون مثل القلعة، يعني نظامها كنظام قلعة، كانت لها أسوار قديما هذا مسوره يعني قديم هذا الحكي، فمشت عليها القلعه. القلعه قلعه سكر. جيد، بما انه تحدثنا عن رجعتني البدايات القلعه انه مسوره وغيرها، خلينا نتحدث على البدايات. بداياتك عندما بدات تقرا، كان هنالك شيء ربما ترغب به في الخدمه كان مرافق لك، ما نتحدث عليه؟ طبعا انا اشكرك استاذ على هذا السؤال. أنا تفاصيل عندي، بس أنا بدي أعرف التفاصيل من يعني المشاهدين يعني والأخوة يعرفوها من عندك. أي طبعاً كانت الخدمة الحسينية في زمن النظام البائد يعني حقيقة صعبة، أي صعبة جداً صعبة، بأنه أنت إحنا كنا صغار صغار. أنا على الله يذكره بالخير ويحفظه ملا محمد القلعاوي، على ملا بكر، كثير من الأسماء خدام الحسين الله يحفظهم، مع الله يحفظهم. أي والله إن شاء الله.
اي فقلت لك كانت صعوبه كلش موضوع الخدمه. ف كان شيء ببالي الحج باسم الكربلائي الله يحفظه ان شاء الله اللي هي القصيدة اللي يقول نادي علي مظهر العجب قوية هاي. اي خلينا نستمع منها شوية وبعدين نكمل. انا ما حافظها. ما حافظها يلا جاي يعني حافظ مستاهلة بس المستاهل الكل حافظه. اي سبحان الله. اي تجد عونا لك في النواهي نادي علي مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب علي 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 يا علي 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 يا علي. أحسن أي سلام الله على أمير. سلام الله على أمير المؤمنين. إيه فكانت هذه تراودني زين. إيه وأقراها نخاف زين بزمن قلت لك النظام ذاك القديم يعني ما نقدر لانه خاف مثلا يكبوك البعثيه خاف الامن هالتفاصيل هذه. فكانت بداخلي وين ما اقعد شفت لي ربع اثنين من اصدقائي من كذا قعدت الصف الثالث هم قمت اقرا لهم هذه القصيده. اي والله اسال الله ان يديمنا ان شاء الله. تحسها يعني شكلت جزء من هويتك يعني اي يعني كانت بداخلي سبحان الله وإلى الآن. وأسأل الله أن ننجى بحب المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه. آمين يا رب العالمين. موفق إن شاء الله دائما. الله يديمكم الله يحفظكم. هي أكيد يعني دائما نتذكر ذيك الفترة والتحديات اللي بيها فترة صعبة. صعبة حسنت. صعبة وهذا صعوبة ذيك الفترة ولمن عاشها يعني حقيقة يعني تستوجب علينا انه نحمد الله عز وجل على ما على النعمه اللي عايشينها اليوم. إيه إيه شكرا لله على هذه النعمه. تدوم النعم تفاصيلها اي والله مره اقتصاديا اجتماعيا امنيا كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء بكل تفاصيلها. المستقبل الاسود اللي كان مأساوية مرت على الشعب إيه العراقي والفرد العراقي إيه عانى إيه ما عانى من عتها. نحمد الله على ما شكرا على شكرا هذه لله الفتره الحمد لله. ليله او ليالي رمضانيه قلت لك قبل الفاصل انه احنا او تحدثنا عن جزئيه التقييم. تنتظر تقييم الـ يعني الـ المتلقي زملائك بالوسط الاعلامي زملائك اللي وياك بالفريق على البرنامج حتى تقوم البرنامج في الحلقات القادمه. سيد حبيب الخرسان حتى خاف يقول زين زين اي واميرهم تحياتنا تحياتنا لهم حتى ما يزالون. اولا انا انتظر رده الفعل مباشره بعد البرنامج. زين يعني لما نكمل اسال شنو رايكم ها اثناء التصوير يعني مجرد قال كات اللي وياك مجرد قال كات جيد حتى اذا كان لايف او تسجيل شنو رايكم فيما بعد المونتير. زين اما يعني اسال واتساب او هم ما يستعملوا الواتساب شلون قلبوا تليجرام او اقعد يمهم لان احنا يعني في بعض الاحيان نقعد يمهم بالمونتاج. مرات اكو اشياء ما يشوفها المشاهد تطلع بالشاشه خصوصا البرامج التسجيليه. زين المونتير يعالجها. فاحنا مهم جدا اللي يعالج المونتير نشوفه. يعني مو المهم اشوف الحلقه شلون طلعت بالشاشه لان هي بالمحصله النهائيه هذه الصوره الاجمل اللي ظهرت. هذه الاجمل اكو انا فد اشياء انحذفت. اي احنا بكورونا قدمنا برنامج اسمه هكذا كربلاء. يعني اكو حلقه كنت كلش ما راضي عنها. ادائي يعني حتى اكون منصف بس هي طلعت الحلقه الافضل. سبحان الله. منو طلع الحلقه الافضل؟ المونتير والمخرج قعدوا سووا لها حلول. طلعت افضل حلقه بينما لما تروح تشوف الحلقه خام لا يعني مستواي سيء جدا حركته الكاميرا غلط اكو هواي تيكات نقولها تيك لما يعني يخطا المقدم يرجع يعيد. لما نشوف الخام لا يعني انا كنت يعني قلق على فد موضوع كان يعني حضر كورونا وكذا فكان احد الاشخاص اللي يهموني كان يعني مصاب بوضع صحي مو تمام وصورتها فلما تشوف الخام اذا طلعت بالشاشه فاحمد خلص بعد المفروض ما يقدم. جيد هذا بما يتعلق خلينا نقول خط الصد الاول بما نتحدث عن كورونا. اي اصدقائي انه خط الصد الاول اصدقائي ما مختصين. اي اصدقائك ما مختصين لان احنا بالتالي اذا تواصل وياك اي لانه انت تقدم لهؤلاء.
اي اوكي، هو انا اللي اقدم لهؤلاء فاسمع من هؤلاء بالضبط، اهم من الزملاء، كل الاحترام والاجلال لكل زملاء. بس احنا بالتالي هذا النتاج وهذا البرنامج هو مو احنا ما مقدمين لا للرواديد ولا للاعلاميين، مقدمين للناس. صح، فضروره راي الناس. هسه مرات اكو اشياء تكنيكال غلط، مثلا حركه الكاميرا غلط، قاعده احمد غلط، هذا يجوز الاعلامي ينتبه عليها اكثر من الانسان اللي ما مشتغل بالاعلام، لكن درجة قبول البرنامج هو يحددها أبو الباقي الأبدين اللي سحرنا يمه قبل كم يوم. صح، تمام. يعني ما يحددها أي، ما أريد أذكر اسمه، هل ألزم أروح؟ ما يحددها أي واحد أحمد اليوم ذكر ذكر أسماء ما شهر لي قدام هاي راح يعدموني إن شاء الله. إيه، فهذا الله يوفقك. فالأهم إنه أنا لازم أخذ رأي المختصين، وإذا حلقة تسجيلية لازم أشوف الخام، مو لازم جدا جدا، بس مثلا حلقة شاك بيها أروح أشوفها، وبالتالي الناس اللي ما مختصة رأيهم أهم. جيد. إحنا صانعين لهم. جيد. أتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. بالنسبة لليالي رمضانية، هذا الموسم أول. إيه. تتوقع إنه يكون له مواسم قادمة؟ يعني. على رمضان القادم إن شاء الله. إحنا خلال شعبان. مع الإدارة وأحد الزملاء ما أريد أذكر اسمه. زين. احمد الزم نفسك، الزم نفسك، الزم نفسك وسيد بهاء لازم اذكر اسمه. ما قدر وحتى يطلعني بعد برامج. انزين. اتفقنا على ليالي رمضانيه، واتفقنا ما سننتج في رمضان القادم. ما سننتج في رمضان القادم راح نبدي به احتمال بعد شهر ونص او شهرين، يعني موضوع ضخم ما شاء الله ومتعب، وان شاء الله نكون اهل لهذه المهمة اللي يعني الإدارة مبدئيا وافقت عليها. موضوع يراد له جهد عالي، جهد استثنائي، وبي يعني مسؤولية بالرسالة وبالمحتوى مهم جدا وعالي جدا، وإن شاء الله نوفق بهذا الموضوع إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق دائما وأبدا. ملا يعني أخويا وصديقي سعد أحمد ذكر جزئية إنه إحنا من بعد شهر رمضان بشهر تبدأ الإعدادات لرمضان اللي بعده، والمواسم كثيرة خاصة بالنسبة للإعلام الإسلامي، الإعلام الشيعي، لأنه راح تجيك محرم وصفر، تجيك مناسبات يعني شعبان ورجب، مناسبات كثيرة. فبالتالي كرواديد التهيئة تكون أيضا من رمضان إلى رمضان، أم موسم يعني تنتهي من رمضان تتهيأ لمحرم وصفر، بعدها تتهيأ لمناسبات أخرى، ولادات، وفيات، كيف تكون التهيئة؟ حبيب أستاذ، طبعا مثل ما ذكر أستاذ أحمد، إحنا نتهيأ من بعد شهر رمضان مباشرة، تهيئة نفسية واستعداد نفسي بأنه أنت مقبل عليك شهر عظيم، شهر محرم الحرام، شهادة مولاي أبي الأحرار سيد الشهداء. أضف إلى ذلك عندنا مناسبة جدا أليمة ومهمة، ألا وهي زيارة الأربعين. صح. زيارة مولاة السيدة زينب سلام الله عليها. فيكون عندنا استعداد نفسي، وبدينا من هسه إحنا لكل أخوتنا الشعراء الله يحفظهم بدينا نوزع الألحان. اجتماعاتنا تكون من الآن، يعني احنا انا ذكرت اخوي وحبيبي وصديقي ابو علي تحسين الخفاجي، يعني واحنا جايين بالطريق احنا نتحاور اللحن الفلاني، الموضوع الفلاني، هذا اللحن لربما هذا يصير لمولاة العلي سلام الله عليه. هو هي اكو يعني هسه نسميها مدارس، نسميها اراء، انه تهيئ القصيده ومن ثم اللحن، ام يهيئ اللحن ومن ثم القصيده، فعلى اي راي تذهب؟ حسب الأجواء. إذا أكو مجال أستاذ الكريم، إذا أكو مجال إحنا قلت لك نوزع الألحان من الآن. جيد. نوزعها لأخوتنا الشعراء نمطيها. هذه ما راح تكون محددة لإبداع الشاعر. لا لا لا. أنا خل أفترض إنه الشاعر اكتب لي بهذه الموضوعية، بهذه المناسبة وهذا الموضوع، وأنا كملحن أو كصاحب طور أضع الطور وأضع اللحن المناسب إلها، هذه وظيفتي. أحسنت. بس أنا إذا وضعت اللحن أو الطور
ما راح تخلي محددات للشاعر لا بالكتابة؟ لا بالعكس، عنده مجال راح يبدع الشاعر. راح تكون عنده مخيلة، مخيلته واسعة، راح عنده قلت لك مجال وقت حتى تكون عنده هذه كلها فترة كتابة. هذه كلها فترة كتابة. فهي الوضعية يعني أستاذ الكريم هيش راح تصير يعني تكون مواسم مثل ما ذكرت. مواسم تتهيئ من 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 شهر رمضان أنت تتهيئ إلى شهر محرم الحرام، ومن نعم. ثم إلى 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 زيارة الإمام الحسين زيارة الأربعين. عدنا مناسبة يعني ما بينهن ألا وهي شهادة مولاي الإمام الحسن سلام الله سلام عليه. الله عليه. وأخص بالذكر يعني هي عبرة هذه الجزئية. سبحان الله، هاي خلال هاي السنوات الأخيرة اللي هي قبل فد مو بعيدة فد 3-4 سنوات إذا نقول أو أكثر أقل حسب. بدأت تكون جوزي شاطرنا الرأي أستاذ أحمد، بدأت تكون أنه الناس تخلي يعني ليلة واحد محرم خاصة لمولاي الإمام الحسن سلام الله عليه ولمظلومية الإمام الحسن حتى يكون في ضمن في برنامج العشرة الأولى. أحسنت، العشرة الأولى من محرم شهر محرم والحرام. أسأل الله أن يوفقنا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. نتمنى لكم التوفيق دائما وأبدا. وأني يعني بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم، فقبل لا أنتقل إلى سعد أحمد أطلب من حضرتك تهيئ لنا قصيدة، يعني أبيات من قصيدة. والله ما سمعنا منه. أي والله ما سمعنا من عنده. فبعد ما ننتهي من هذا الموضوع إن شاء الله نعود. أحمد، يعني العمل الميداني هو بصورة عامة متعب. وأنا ذكرت البارحة لمحمد تقي، هم بقدر ما يقولون متعب يكون ممتع. أنا ما عايش هذه الأجواء، أنا ما مقدم برنامج ميداني حقيقة. أحسن لك خوي. زين، حدثني على هاي المفارقة بين أنه هو متعب، وأنت ذكرت لي خاصة إذا كانت مثلا مشكلة صحية أو عارض صحي أو عارض بالطقس والجو وغيرها، والمتعة اللي ممكن أن يتم الحصول عليها من خلال يعني التواصل ويا الجمهور وغيرها. خلي نروح للجانب المثالي أكثر. يعني نضرب مثال، أنت شايف هواية من الممثلين نسأل أنت تحب السينما لو المسرح. يعني أنا التقيت بممثلين من هواي جنسيات، زين. الكل شي يقول مسرح، أتواصل مباشر مع الجمهور كذلك. أنت راح تشوف مدى تأثيرك بيهم مباشرة، زين. مثل ما الأخوة الرواديد لما ينزل كليب فرق عن أنه يقراها بحسينية أو بمجلس وراح يشوف الناس وين يصيح الله، زين. بينما الكليب ما راح يعرف الناس وين راح يصيح الله. ممكن هو اكو ناس راح تقول له هذا الشيء جميل وهنا حلو وهنا كذا، بس ممكن آهات، ممكن ترلات توصل لمراحل بالعملي راح يقولون اوكي هذا اللي نريده، تمام. فالجماليه بهذا الموضوع انه الناس لما تشارك وياك تتفاعل وياك هذا الموضوع يعني ايجابي جدا، فرق عن انه احنا هسه بيننا وبين المشاهد شاشه، بينما انا راح تكون بيني وبين المشاهد مايك وأكو مشاهد ثاني شاشة. هو راح أخذ رأي اللي راح أكيد هو اللي راح يشارك راح يشوف. هو هذا قصدي إنه إنه يكون عندك جمهورين على سبيل المثال. الآن هسه إحنا في هذا البرنامج وتحياتنا لجمهورنا الكريم، إن الجمهور اللي يعني يتلقى هذه الرسالة من عندنا. سمونه بايو سينما هيجي. يعني أنت بين الواقعي وبين المشاهدة. بالنسبة للميداني يكون عندك جمهورين. أي جمهور. الجمهور اللي أنت تتواصل وياه. أثناء المسابقة تتهيأ وياه، ولربما أثناء الحديث أكو جمهور آخر كان متابع لهذا الحوار اللي يدور، هم اللي تعبون. جيد. يعني تسأل واحد وأكو 200 وراء الكاميرات، هذا جمهور مباشر. ويكون عندك جمهور آخر. والحلوة بالموضوع مثلا تشاقيت ويا شاب، زين، هو ما ضحك، ما استلم أنا على شنو شو اسمه، ورا كلهم ضحكوا فأنا سوينا كعب، زين. تعال اضحك. لا مو تعال اضحك، طلع صوت ضحكهم والولد صافن وبجي، يعني. زين. فهذا انا احسه انه خلاص انا يجوز هسه حكيت في شيء طريف ما اعرف الناس حبته لو ما حبيته، بس لما يكون مباشر الناس راح تقيس، فانت راح تعرف ادواتك وين تتمكن منها، زين. اي هذه جماليه الموضوع. هذا قبل قليل تحدثنا عن موضوعات التقييم، فهذا مرات يكون تقييم مباشر. تقييم مباشر. تقييم مباشر. نتمنى لك التوفيق دائما وابدا حبيبي استاذ احمد. سلمك الله. ملا حبيبي، نستمع الى ما ترغب ان تسمعنا. الله خادم. الله يسلم خادم ربك. الله يحفظكم ان شاء الله، الله يديمكم. نفسي لآل المصطفى
أحسنت أحسنت. قريبة لا حب الوصي حب الوصي وغذتني باللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أهوى أبا حسن صلى على محمد وآل محمد. أحسنت وطيب الله أنفاسك. الله يوفقك إن شاء الله. والله يوفقك دائما وأبدا لخدمة إن شاء الله. يحفظ كادر قناة الإمام الحسين. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. إحنا بالدقائق بالثواني واللحظات الأخيرة بس أنا بودي سؤال سريع وأخير. بهذه القصائد تعتمد على في بعض الأحيان على شاعر واحد وأنت يعني ذكرت القصائد اللي تقرأها. أم تنوع بالشعراء؟ أكيد تنويع بالشعراء أستاذ. إيه أكو تنويع بالشعراء لأنه يعني يعرف أستاذ أحمد أنا اليوم هم ذكرتك هواي بالمناسبة. الله يحفظك إن شاء الله. فدوا أروح لك ربنا راح أقطعهن وأخذهن. لا 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 هاي اللي يعرف أستاذ أحمد هو أخويا. الله يحفظكم إن شاء الله. لأنه الشاعر أنا ملتزم وياه وملتزم ويا كل خدام الحسين يعني فعلا. ورواديد ويا فبالأكيد يعني بالطبيعة بعد أنت ما تقدر على شاعر واحد زين. لازم راح تنوع لأنه حتى تتكامل الوضعية والأمور الشعرية أكيد طبعا. أتمنى لك التوفيق. الله يوفقك في خدمة سيد الشهداء. الله يحفظك إن شاء الله. الشاعر العزيز الأخ ضياء القلعاوي حبيبي ممتن لحضرتك ونتمنى أن نلتقي وإياك إن شاء الله على خير في قابل الله. شكرا وكل عام وأنت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير وبخدمة سيد الشهداء لكم ولكادر قناة الإمام الحسين اللي خلف الكواليس المشاهد الكريم. الله يحفظكم. شكرا ويعودها عليكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لحضرتك. والشكر موصول إلى صديقي وزميلي وأخوي العزيز الأستاذ أحمد خضر الخفاجي. شكرا جزيلا إليك. أنا ممتن وأتمنى لك دائما وأبدا التوفيق. أنت مبدع أينما تكون. الله يسلمك. شكرا لك. كل عام انت بخير مره ثانيه. انت بألف خير وشكرا لين اليوم خليتني التقي باستاذ ضياء وكل اهل الذيقار اللي جايين. خاف اقول اهل الناصريه ويزعلون. اي لا لا نضرب هاي الاشكاليه بعدين نعمل على الذيقار ان شاء الله. كل اهل الذيقار وكل اخوتنا بكل العراق كل خدمه الامام الحسين وكل مشاهدينا وكل كوادرنا ذكرناهم واللي ما ذكرناهم خاف يزعلون. شكرا شكرا لك احمد. شكرا جزيلا سادتي الكرام. الشكر موصول لكم لحسن الاصغاء والمتابعه. نلتقيكم ان شاء الله يوم غد وحلقه جديده من عيد وفرحه. الى ذلك الحين كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه ان شاء الله.